تدعمون قائمة المستقبل لكنكم لم ترشحوا أنفسكم لهذه الانتخابات التشريعية على الرغم من الشعبية الكبيرة لكم في فلسطين، حصلتم على أعلى الأصوات في دائرتكم الانتخابية عام 2006 في الانتخابات التشريعية، لماذا؟ هل تتجهزون لمرحلة الانتخابات الرئاسية؟ الوصول إلى البرلمان ليس هدفا بل وسيلة. من يعتقد أنه نحن كتيار وقائمة المستقبل ذاهبين من أجل أنه شبابنا والصبايا عندنا يقعدوا في المجلس التشريعي وانتهى الأمر بكونوا مخطئين، هي وسيلة من أجل إحداث التغيير الشامل والجذري في النظام السياسي الفلسطيني. أنا سأكون داعما لهذه القائمة لأنني مؤمن بمقدرات وقدرات من ينتموا إلى هذا التيار ومن اختارهم التيار في هذه القائمة، وبالتالي البرلمان سيكون عليه واجبات مختلفة، هذا أملي، وأنا مقتنع أننا إذا وصلنا إلى البرلمان بعدد مقاعد يتلائم مع حجم الجهد الذي بذلناه في السنوات الماضية وما يصلني من معلومات مفرحة، وستكون مفاجأة للأحباب والأصدقاء وللخصوم، وإن شاء الله ما يكون لنا خصوم.